حملت حكومة محافظة ذي قار المحلية وزارة الموارد المائية مسؤولية الجفاف في نهر الفرات بعد انخفاض كبير في مناسيب النهر، لافتة الانتباه لأنها لن تسكت أمام تجاوزات واسط والمثنى على حصتها المائية. وقال النائب عن محافظة ذي قار عادل الدخيلي أن على الحكومات المحلية في واسط والمثنى وضع حد لتجفيف مياه ذي قار والتسبب بإلحاق الضرر الكبير بأهالي المحافظة، مؤكدا أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام التعدي على حقوق أبناء ذي قار، داعيا رئيس الوزراء للتدخل الفوري ومتابعة الموقف الذي ينذر بخطر كبير قد يهدد الحياة بالمحافظة، وضع حد لإيقاف التجاوز على الحصة المائية والإيفاء بالوعود.